السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مقبلات او سلطات اللي كيترافقوا مع المشاوي اللي كيجيو رائعين بزاف وكيجيو لذادين. فغنخليكم مع الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا المقادير ديالهم والطريقه التحضير ديالهم. يعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش باللايكات ديالكم وبالتعليق ديالكم وبارطاجيو الوصفه مع عائلتكم وحبابكم. ونبدا على بركه الله. بالنسبه للمقبله الاولى غادي نصيبوها بالحمص. خديت هنايا زلافه ديال الحمص اللي رطبته ليله قبل. غادي ندير معاه بصله كبيره اللي غادي نقطعها على داك الحمص وغادي نردها، يعني باش طيب من الاحسن ديروها في الطنجره ديال الضغط اولا في الكوكوط، تخليو داك الحمص حتى كيطيب مزيان. هنا غادي نضيف عليها الماء صافي وغادي نردها باش تطيب. بالنسبه للمقبله الثانيه غادي نصيبها بالشوفله اولا الشوفلور. خديت هنايا واحد الحبه ما كبيرهش بزاف يعني متوسطه، غادي نقطعها من بعد ما غسلتها مزيان. غادي نقطع هاد الشجيرات وغادي نردهم حتى هما باش يتسلقوا. انا درت شويه ديال الماء، غادي نضيف شويه ديال الملحه وغادي نردو باش يتسلق. بالنسبه للمقبله الثالثه غادي نديرها بخيزو. خديت هنا 4 ديال الحبات ديال الخيزو، حيدت ليه داك القلب ديالو صافي وكنقطعها كقطع صغار باش يطيب لينا ضيا. غادي ندير شويه ديال الماء مع شويه ديال الملحه وغادي نردو حتى هو باش يتسلق. وبالنسبه للمقبله الرابعه اللي غادي نديرها بالتنجال، انا عندي الدنجال هنايا في الجرده، غادي ناخذ 2 حبات يعني كافيين حيت هادو يعني الدنجالات تبارك الله يعني كبار بزاف. فانتوما تقدروا ديروا 4 ديال الحبات. بالنسبه هنايا الكميه فانتوما يعني كديروا على حسب الكميه اللي بغيتوا، بغيتوا ديروا كميه كثيره ولا كميه قليله. فانا خديت هاد 2 من بعد ما غسلتهم، غادي نفلحهم وغادي نضيف ليهم الثومه. خديت هنا 4 ديال الدروس ديال الثومه، غادي نقسمهم. وغادي ناخذ ديك الثومه ندخلها في ديك البلاصه اللي قطعت كما كتلاحظوا. كنحاول ندير فيها دوك 4 ديال الدروس كاملين صافي. هنايا غادي ندخلها للفران، غادي نخلي داك الدنجال حتى كيطيب مزيان وغادي نخرجو. وبالنسبه للمقبله الخامسه غادي نحتاج فيها بصله كبيره اللي شلطتها. عندي هنا 4 ديال الحبات كبار ديال الكورجيت اولا القرعه الخضراء، حتى هي قطعتها مكعبات صغار لهذا الشكل باش طيب لينا ضيا صافي. وبالنسبه للطريقه التحضير ديالها، خديت هنايا مقله درت فيها شويه ديال زيت الزيتون، غادي ندير ديك البصله اللي شحرتها اللي شلطتها عفوا وغادي نشحرها شويه. من بعد غادي نضيف عليها ديك القرعه الخضراء دابا. غادي نضيف القرعه الخضراء من بعد ما شحر شويه ديك البصله غير شويه صافي. غادي نضيف عليها التوابل اللي غادي ندير شويه ديال الملحه. غادي نضيف شويه ديال الكمون. غنضيف شويه ديال الابزار. صافي هادو هما التوابل اللي غادي نضيفو معاهم صافي. غادي نبدا نحرك حتى كيطيب لينا داك القرعه الخضراء، يعني حتى كطيب عندنا وداك البصله حتى هي حتى كتشحر مزيان. بالنسبه للقرعه الخضراء يعني ما كتاخذش طياب بزاف، هي كطيب ويعني قطعناها هكا صغيره يعني ما غاديش تاخذ لينا وقت بزاف. فهنايا 15 دقيقه غادي تكون يعني واجده صافي. هنا من بعد ما طابت كما كتلاحظوا كتجي هكا محمره ديك البصله وداك القرعه الخضراء حتى هي صافي. هنا كتكون عندي واجده، غادي نحيدها ونديرها في الطبق ديال التقديم. فهاد السلطه كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها غادي تعجبكم وسهله يعني ما كتاخذش الوقت بزاف.
صافي انا من بعد ما طابت لي الخضره كلها، الشوفله وخزو والدنجال حتى هو يعني طيب مزيان في الفران، والحمص حتى هو. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. هنا خديت 4 ديال الحبات ديال مطيشه اللي غادي نحكهم هكا في الحكاكه الرقيقه. غادي نضيف شويه ديال الزيت، واحد معلقه كبيره ديال الربيع مقطع، غادي نضيف ليهم 2 دروس ديال الثومه محكوكين، بالنسبه للتوابل غادي نضيف شويه ديال الملح، غنضيف شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، صافي. وغادي نخلي لاصوص ديالي حتى كيطيب مزيان وينشف من داك الماء. هنا ملي طاب لاصوص كما كتلاحظوا، غادي ناخد دابا ديك الشوفله اللي سلقتها من قبل وصفيتها من الماء، غادي ناخدها وغادي نمعسها هكا يعني دغيا كتمعس حيت يعني طابت مزيان. غادي نمعسها مزيان ونخلطها مع داك لاصوص على هذا الشكل صافي، ونخليها تشحر شويه. وفي الاخير غادي نضيف ليها شويه ديال الكمون صافي. وهكا كتكون الصلصه ديالنا ولا المقبله ديالنا واجده، وغادي نحيدها ونديرها في طبق ديال التقديم. دابا غادي ندوز باش نطحن الحمص اللي طيبته من قبل مع ديك البصله، فغادي نطحن داك الحمص هو وديك البصله اللي طيبت معاها مع 2 ديال الدروس ديال الثومه، غادي نديرهم في الطحانه. وغادي نضيف عليهم عصير ديال الحامضه وحده، غادي نضيف زيت الزيتون، غادي نضيف 1/4 كاس، في العطريه غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البصل، مع شويه ديال التحميره غير شويه، وغادي ندير شويه ديال الكمون، صافي. وغادي نطحن مزيان داك الحمص حتى كيولي لينا على هذا الشكل كما كتلاحظوا، فكيجي لذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه حتى نتوما ويعجبكم صافي. انا غادي نديرو حتى هو في الطبق ديال التقديم. بالنسبة للخيزو اللي سلقتو حتى هو غادي نطحنو، درتو في نفس الطحانة فاش طحنت داك الحمص. غادي نضيف ليه شوية ديال الهريسة، واحد نص معلقة صغيرة ديال الهريسة، بالنسبة للهريسة كتبقى اختيارية وعلى حسب الذوق. خديت هنايا عصير ديال نص حامضة، غادي ندير واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، في العطريه غادي نضيف شويه ديال الملحه، غندير شويه ديال الابزار، وشويه ديال الكمون، وغادي نضيف 1 درس ديال الثومه محكوك،
صافي. هنا غادي نطحن هاد خيزو. فبالنسبه للخيزو يعني ما تطحنوش بزاف، يعني غير شويه، يعني ما تطحنوش حتى كيولي بحال الصبه، طحنوا غير شويه وصافي. ولات معسوه هكا غير بالفروشيت، الا ما بيتوش تطحنوها هكا في الطحانه فكيكون هذا هو الشكل ديالو كما كتلاحظوا. صافي، وغادي ناخذو حتى هو وغادي نديرو في الطبق ديال التقديم. هذا هو الشكل ديالو، كيجي لذيذ. نتمنى ان شاء الله تجربوه. هنايا خديت جوج ديال الحبات ديال الباتيشا حتى هما حكيتهم، غادي نضيف عليهم شويه ديال الملحه مع شويه ديال زيت الزيتون. غنضيف شويه ديال الابزار، مع شويه ديال التحميره، وغادي نرد كلشي فوق البوطه حتى كتشحر لينا ديك لاصوص، حتى كطيب لينا مزيان وتنشف من داك الماء. وغادي ناخذ داك الدنجال اللي شويتو في الفران، غادي ننقي، غادي نحيد ليه ديك الجلده، حتى هو غادي نطحنو في الطحانه هو وديك الثومه اللي درنا فيه في الداخل، يعني كتكون ديك الثومه طايبه. صافي، انا ملي كنقي داك الدنجال كامل كنحيد ليه ديك الجلده، غادي نضيف ليه ديك الصلصه اللي طيبت، يعني ديك جوج ديال الحبات ديال الماطيشه غادي نضيفهم عليه وغادي نطحنهم. فهنايا بغيتو تضيفوا هاد الصلصه، ما بغيتوش تقدروا ديروا غير الدنجال بوحدو مع ديك الثومه مشويه، كيجي لذيذ بزاف. يعني فايت ليا شاركت معكم هاد الصلصه ديال الدنجال مشوي مع الثومه، فكتجي لذيذه بزاف. هنا ضفت عصير ديال نص حامضه وغادي نطحن الكل مزيان حتى كيطحن لينا داك الدنجال. تيكون هذا هو الشكل ديالو. بالنسبه للمقبله السادسه، خديت هنا جوج حبات ديال الخيار اللي كبار، قسمتهم على جوج وغادي نحيد لهم داك القلب ديالهم، وغادي نحكهم في الحكاكه. بغيتو تحكوهم في البلاصه الرقيقه اولا في البلاصه الغليظه اللي بغيتو، يعني هنايا حكيتهم في البلاصه الغليظه. ضفت عليهم شويه ديال النعناع قطعتو، ماشي القزبر، انا درت النعناع، درت واحد حك ديال الياغورت طبيعي، ضفت شويه ديال الملحه، غندير شويه ديال الابزار غير شويه، وغادي نضيف عصير ديال الحامض غير شويه. صافي، وغادي نخلطو مزيان. تيكون هذا هو الشكل ديالو، يعني ساهله بزاف وكتجي لذيذه. وبالنسبه للشكل النهائي، فهنايا هذاك اللي درت ديال الحمص خديته درت ليه شويه ديال زيت الزيتون من الفوق، زوقته هكا بمعلقه من الفوق، وهنايا خديت الفرشيط كنزين بهم هاد المقبلات الاخرين ديال الخيزو ديال الشوفله وديال الدنجال. خديت هنا شويه ديال القزبر مقطع ودا كنديرو هكا غير في الوسط، يعني كتزينو صافي. وبالنسبه ديال الخيار خديت هنا شويه ديال النعناع وقطعته درته في الوسط. فبالنسبه ديال الخيار يعني درت ليها الخيار ماشي القزبر، فتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. تيجيو رائعين وكيجيو لذاذ بزاف، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم حتى نتوما ويعجبوكم، تقدموهم مع المشاوي فكيجيو جد رائعين ولذاذين ومختلفين على السلطات او المقبلات اللي موالفين دائما كنديروهم. فشاركت معكم مقبلات اخرين، غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف، يعني الناس اللي مازال ما شافوهمش ولا اللي جداد في القناه، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش تدخلوا تشوفوهم. فنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو اللي شاركت معكم تنال اعجابكم وتكونوا استفدتوا واخا غير شويه وتجربوا واخا غير وحده منهم، يعني كيجيو رائعين بزاف ولذاذين.
نشكركم بزاف على حسن المتابعة وعلى المشاهدة تاع الاخر ديال الفيديو. وبالنسبة للمقابلات اللي فايت اللي شاركتهم معكم، هادو هما الصور ديالهم، يعني الناس اللي ما شافوهمش قبل غادي نحط لكم الصور، يعني نحط لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف وتدخلوا تشوفوهم، يعني مختلفين على هاد السلطات ولا المقابلات اللي شاركت معكم اليوم. فنتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم في هاد الفيديو ديال اليوم، ونقول لكم سلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله، وصفات جداد، وفي امان الله.